فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول في الوقت الحاضر ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يكثر من بعض، يقول من بعض الناس أفعال للردة من قول أو شك، فهل يحتسب المسلم في التبليغ عنهم إلى الجهات المختصة، ومن يبلغ في ذلك؟ إذا كان على المسلمين منهم خطر وضرر فإنه يبلغ المخابرات اللي يعنون بهذه الأمور عنهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.